الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، نحييكم من مركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات، من حيث ننقل لحضراتكم وقائع افتتاح السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي لفعاليات مؤتمر الأطراف 14 لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي تحت شعار الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل صحة ورفاهية الإنسان والكوكب، والذي تستمر فعالياته حتى 29 من نوفمبر الحالي بمشاركة قرابة 196 دولة. تعد مصر أول دولة عربية وأيضا أفريقية تستضيف هذا المؤتمر الدولي الحدث، الذي يعد أحد أكبر مؤتمرات الأمم المتحدة المعنية بالتنوع البيولوجي على المستوى الدولي. يتزامن كذلك انعقاده في مصر مع الاحتفال بمرور 25 عاما على توقيع اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، الأمر الذي يعزز من أهميته وأهمية انعقاده. تتسلم مصر رئاسة الدورة 14 لمؤتمر التنوع البيولوجي من المكسيك، التي ترأست الدورة 13 على مدار عامين. مصر كرئيس حالي لهذا المؤتمر ستستكمل ما تم تحقيقه في المكسيك من أجل دمج التنوع البيولوجي في القطاعات التنموية المختلفة كالصناعة والتعدين والبنية التحتية وأيضا الصحة. مفهوم التنوع البيولوجي يعبر عن مختلف أنواع الحياة على الأرض بوجه عام، والتي يعد الإنسان جزءا لا يتجزأ من هذه التركيبة أو هذه الحياة، إذ أن مختلف الأمور التي بيتعرض لها الإنسان أو يحتك بها مع بيئته تعبر بشكل أكثر عن هذا المفهوم. إذن ففكرة الاعتماد على هذه الأشياء في مختلف حياة الإنسان بما فيها من كائنات حية وحيوانات وأيضا الكائنات الدقيقة هي تعبر عن المفهوم، هذا المفهوم بشكل كبير وأكثر وضوحا. كذلك مختلف ما يسمى بالأنظمة الأيكولوجية مثل الأنظمة الموجودة في الصحاري والغابات والأراضي والجبال والصحاري الجافة والرطبة والأرض اليابسة أيضا. هذا المؤتمر يعد فرصة لمضاعفة الجهد من أجل الوصول إلى ما يسمى بالحماية لهذا التنوع البيولوجي والسعي إلى تنفيذ مناهج بها نوع من الابتكار أو مناهج تحويلية قائمة على العمل. فالنقاشات التي كانت موجودة في هذا المؤتمر من خلال جلساته التي تابعناها مع حضراتكم على مدى اليومين الماضيين أو الأيام القليلة الماضية، والتي هي مستمرة بالطبع حتى عقب هذه الجلسة الرسمية لافتتاح هذا المؤتمر، والذي تسلمت مصر كما أسلفت صحر رئاسته لمدة عامين كاملين في الفترة القادمة. ربما يحتاج إلى التعميم هذا الهدف في العديد من القطاعات التي تعود بالنفع على البشر جميعا، من حتى ولو كانت الأمور تتعلق ببنية تحتية أو تتعلق بأمور لا علاقة بالاقتصاد أو حتى التعدين والطاقة والبترول، فهذه الأمور صح ربما تحتاج إلى مزيد من العناية أثناء تنفيذه. مما لا شك في مصر ستسعى من خلال ترأسها العامين القادمين للدورة 14 لمؤتمر التنوع البيولوجي لاتفاقية الأمم المتحدة، ستسعى لمزيد من الإجراءات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاتفاقية. ودعوني أيضا أقول أن مصر لاقت ترحيبا عربيا وأيضا أفريقيا لاستضافة هذا المؤتمر ورئاستها له لمدة عامين. أتت استضافتها له كمطلب أفريقي قادته الحكومة المصرية ممثلة في وزارتي البيئة والخارجية على المستويات الدولية والأفريقية وأيضا الوطنية خلال رئاستها لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة عام 2016، تأكيدا طبعا للوجود الأفريقي على الساحة العالمية في مجال صون التنوع البيولوجي وإدارته، إذ بيدعم عقد هذا المؤتمر على أرض عربية وأيضا أفريقية مكانة مصر إقليميا ودوليا وأفريقيا
لاسيما مع توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي أيضا بداية عام 2019. بيبرز انعقاد هذا المؤتمر في مصر اهتمام الدولة المصرية بالشواغل المحلية والأقليمية والعالمية المتعلقة بقضايا البيئة، في مقدمتها قضايا التنوع البيولوجي وارتباطها بحماية مستقبل كوكب الأرض وأيضا سكانه، وكذلك تحقيق أهداف الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة رؤية 2030 وأهداف منظمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي أقرتها الجمعية العامة عام 2015 والتي تتبناها مصر على المستوى الدولي. إذن سحر خمسة قطاعات أساسية من الاقتصاد إلى البنية التحتية، التعدين والطاقة أيضا، البترول والصناعات التحويلية والصحة، أحد الجوانب ربما هي الأكثر ابتكارا أو إثارة للانتباه في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي لعام 2018. كما أن الهدف من تعميم هذه الفكرة، فكرة التنوع البيولوجي في هذه القطاعات، يتمثل في تجنب الآثار السلبية والحد أو الحد منها أو حتى تفاديها مع زيادة الفوائد المحتملة في نفس الوقت. وهذا الأمر ربما يكون التوقيت مناسب له بشكل كبير، لأنه من المتوقع أن يكون هناك نمو أو تعاظم في هذه القطاعات أو من خلال التعامل معها بشكل كبير في الفترة القادمة أو في العقود المقبلة. هذا الأمر على سبيل المثال من المتوقع أن تستمر في البلدان بنمو قد يصل إلى نعم، تتحدث جوهر عن النمو الذي قد يصل إلى أعداد كبيرة في الفترة القادمة. حينما نتحدث عن اتفاقية التنوع البيولوجي بصفة عامة، هي معاهدة متعددة الأطراف تضم 196 دولة على مستوى العالم، أول اتفاقية عالمية بشأن صون التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام. حظيت هذه الاتفاقية بقبول سريع وواسع النطاق، وهي إحدى الاتفاقيات المنبثقة عن اجتماع قمة الأرض المنعقد عام 92 في ريو دي جانيرو بالبرازيل برعاية الأمم المتحدة. دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ عام 93، وصدقت على هذه الاتفاقية كما ذكرنا 196 دولة، وحتى الآن وأيضا من هذه الدول كانت مصر. اتفاقية التنوع البيولوجي التي نحن بصدد الحديث عنها وبصدد مؤتمرها بتهدف لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: حفظ التنوع البيولوجي، الاستخدام المستدام لمكوناته، التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية، وذلك من خلال وضع استراتيجيات وطنية للحفظ والاستعمال المستدام للتنوع البيولوجي، حيث ينظر إلى هذه الاتفاقية على إنها وثيقة رئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما تعلمون، مصر ستسعى لدفع الالتزام بالاتفاقيات، إيجاد آلية جديدة للدمج القطاع الخاص أيضا الذي سيبدأ من خلال عقد هذا المؤتمر، وأيضا إطلاق مبادرة لاستخدام الطبيعة في حل فقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ وتدهور الأراضي والنظم الإيكولوجية. إذن الحفاظ، الصيانة، التعايش هي من الأمور المهمة التي تابعناها خلال الجلسات التي تم عقدها قبيل الإعلان الرسمي لهذا المؤتمر، مؤتمر التنوع البيولوجي. ففكرة الحفاظ والصيانة والتعايش من الأمور المهمة التي تحدث عنها العديد من المشاركين في هذا المؤتمر، والذين يصلون إلى ما يزيد عن 30 وزيرا للبيئة ومشاركة كبيرة ما يقرب من 196 دولة. هذه الأمور ربما تدفع إلى حماية البيئة التي هي أساس حياتنا، فالإنسان يؤثر ويتأثر
بالطبع من خلال تعامله مع بيئته. فحماية البيئة من الأمور المهمة التي كان يدعو إليها الكثير من الحاضرين لمثل هذه الجلسات والنقاشات كحظر بيع أو التعامل مع بعض الأمور كما يتعلق بالنمور على سبيل المثال، فهي مهددة بالانقراض، وأيضا كبعض الحيوانات الأخرى. بالحديث عن هذا الأمر، هذا الأمر يجعل هناك نوع من التوازن البيئي على مستوى العالم، وفي حالة انقراض نوع من هذه الحيوانات أو التعامل معها بما يسمى بالصيد الجائر، ربما يؤدي هذا الأمر إلى انقراضها ويؤدي إلى خلل في التوازن البيئي، وهي أحد محاور النقاشات التي تم الحديث عنها خلال الجلسات. نعم، كان هذا مثال جوهر أعطيته لما يحدث من تدهور في الأنظمة البيئية قد يؤدي في نهاية المطاف إلى إحداث خلل وتدهور، وفي نهاية المطاف فناء البشرية وتدهور الحياة. دعوني أقتبس بعض الكلمات التي ذكرها السيد إريك سوليهايم المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إذ قال إن فقدان التنوع البيولوجي يعد من أكبر التحديات البيئية في عصرنا، فالعالم يحتاج بشدة إلى الارتقاء إلى مستوى الحدث، والتنوع البيولوجي يحافظ على كل واحد منا ويحمينا جميعا دون استثناء، ولهذا السبب يجب أن نضع حماية التنوع البيولوجي في محور تخطيطنا الاقتصادي والبنية التحتية والتعدين والطاقة وأيضا الصناعات التحويلية. دعوني أيضا أذكر حضراتكم بأن هذا الافتتاح قد سبقه عقد المؤتمر الاجتماع الوزاري للتنوع البيولوجي على المستوى الأفريقي يوم 13 من نوفمبر، وأيضا الاجتماع الوزاري رفيع المستوى التحضيري لمؤتمر الأطراف كان يوم 14 و15 من نوفمبر، وذلك كان لضمان دمج الشواغل الأفريقية في نتائج المؤتمر، والذي تنتج عنه خطة عمل طموحة للقارة السمراء من عام 2020 وحتى عام 2030، متضمنة الأولويات الخاصة بالقارة والتي يأتي على رأسها استعادة تدهور الأراضي والنظم الإيكولوجية وغيرها. ناقش أيضا الشق الوزاري رفيع المستوى لهذا المؤتمر مجموعة الفرص والنهج الخاص بتعميم التنوع البيولوجي في القطاعات التنموية، الطاقة والتعدين والبنية التحتية والصناعة والصحة، بالإضافة إلى جلسة عامة ناقشت الاستثمار في التنوع البيولوجي والحل لمواجهة التغيرات المناخية وتدهور الأراضي، أيضا الفرص التمويلية والمخاطر وإطار ما بعد عام 2020 الاستراتيجية الدولية للتنوع البيولوجي والتحالف الدولي من أجل الطبيعة والثقافة بمشاركة كوكبة من الجهات الفاعلة، وناقشوا أيضا الإجراءات التي يمكن اتخاذها على مستوى العمليات الدولية والوطنية من جانب قطاع الأعمال التجاري والقطاع المالي والمصرفي الجهات الفاعلة الأخرى لزيادة تعميم التنوع البيولوجي في هذه القطاعات، بجانب منتدى القطاع الخاص والتنوع البيولوجي والذي ينظر في الآليات المبتكرة لمشاركة القطاع الخاص في الحفاظ على التنوع البيولوجي، والذي من شأنه أن يؤثر بصورة إيجابية في النمو الاقتصادي المستدام. إذن سحر، ترتيبا على كلامك أو حديثك، فوفق ما أيضا تابعنا من خلال الجلسات والنقاشات، فإن الفكرة عامة تقوم على صيانة الأرض أو الحفاظ عليها بشكل واضح وكبير. يأتي هذا من ضمن الأمور التي تقوي وتعضد من هذا الموقف الاعتماد على المبادرات المحلية، أو كل دولة على حدة عندما تقوم هذه الدول بوجود مخترعات أو أمور مبتكرة أو حلول مبتكرة من أجل القضاء على الأمور التي باتت تؤرق البيئة على مستوى العالم، قد تحدث خلل كما ذكرنا في حال انقراض نوع من أنواع الحيوانات، أو في حال إذا ما كان هناك ما يسمى بالقطع الجائر للأشجار أو الصيد الجائر للحيوانات. هذه الأمور ربما تؤدي إلى مشكلة كبيرة، فإن أهم ما
هو مطلوب في هذه المرحلة وفق ما يرى الكثير من خبراء البيئة، أن يكون هناك ما يحرك عجلة صيانة الأرض ونجاحها من أجل الوصول إلى ازدهار اقتصادي من خلال الأمور الثلاثة التي تحدثنا عنها، ما تتعلق بالحفاظ على البيئة، صيانة هذه البيئة، وأيضا التعايش والتعامل معها بشكل لا يكون فيه نوع من الجور على هذه البيئة أو الاهتمام بها، سواء على المستوى المحلي أو المستوى العالمي. انطلاقا مما ذكرت من مجمل هذه الجلسات، بيسلط هذا المؤتمر مؤتمر التنوع البيولوجي الضوء على ضرورة تضافر جهود كل قطاعات الدولة بما في ذلك المجتمع المدني، القطاع الخاص، وسائل الإعلام لنشر الوعي وربط عمليات التنمية المستدامة بالصون المتواصل للموارد البيئية ضمان حق الأجيال القادمة فيها، أي تأكيد الاستدامة في التنمية مع الأولوية للأنشطة البيئية وجعل الحفاظ على البيئة والتنمية الشاملة وجهين لعملة واحدة. من المنتظر أن يشهد هذا المؤتمر إعلان عدد من المبادرات، منها إعلان شرم الشيخ مدينة خضراء كنموذج للمدن المستدامة والتوسع فيها، كذلك ربط اتفاقية التنوع البيولوجي باتفاقيتي التصحر وتغير المناخ وإعادة النظر في الاتفاقيات الثلاث معا لمساعدة الدول على تنفيذ استراتيجيتها. على المستوى الاقتصادي سيساعد المؤتمر على خلق شراكات مع القطاع الخاص وأيضا مع المجتمع المدني ومراكز البحث العلمي وربطها بالتنوع البيولوجي وصياغة مشروعات على أرض الواقع تتيح ذلك. نعم، بالحديث عن أهمية هذا المؤتمر، أهمية استضافة مصر تحديدا لهذا المؤتمر، دعونا نتحدث عن أن كما يرى الكثير من الخبراء فإن نجاح مصر في تنظيم مؤتمر كهذا سيؤدي إلى تعزيز فعالية دورها في صنع القرارات الصادرة عن الاتفاقية، بما يدعم ويقوي الدور الريادي لمصر، أيضا يعزز مكانتها على الصعيد العالمي، يؤكد أيضا على توافر الأمام بها ويعد عاملا لجذب السياحة. فهذا المؤتمر كما يرى الخبراء يعد فرصة جيدة لإظهار حجم اهتمام مصر بقضايا التنمية المستدامة على مستوى العالم، أيضا دعم مصر للعمل على دمج مفاهيم التنوع البيولوجي في القطاعات التنموية المختلفة، كذلك إتاحة الفرصة لضخ المزيد من الاستثمارات في مجال التنوع البيولوجي والحلول المبتكرة لصونه والحفاظ عليه، أيضا عرض الجهود في مجال الحفاظ على البيئة وصون التنوع والمحميات الطبيعية من خلال المعرض الضخم الذي ربما يتم تنظيمه خلال فترة انعقاد المؤتمر. نعم جوهر، يعني هناك كلمة ترحيب نشرت على الموقع الإلكتروني للاتفاقية، اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، كلمة ترحيب من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعرب فيها عن سعادته بانعقاد هذه الاجتماعات المهمة في شرم الشيخ مدينة السلام، والتي تتميز بثراء حياتها البحرية وتنوع بيئتها البرية على نحو يجعل منها مدينة نابضة بالحياة بكافة أشكالها وتجسيدا حيا للتفاعل الحيوي بين الإنسان والطبيعة. أضاف سيادة الرئيس أن الإنسان أدرك منذ فجر التاريخ أهمية الموارد الحيوية الموجودة في البيئة المحيطة به ودورها في تحقيق الرخاء الذي يصبو إليه، وقال إن الحضارة المصرية العظيمة تعد من الأمثلة البارزة في هذا المجال، إذ شيدت تلك الحضارة وازدهرت على مدى آلاف السنين اعتمادا على ثرواتها من الموارد الطبيعية، وبحيث كان المصريون قدماء على وعي كامل وتقدير تام للثراء الذي تميزت به النظم البيئية المحيطة بهم. أكد الرئيس أنه رغم مرور آلاف السنوات فإننا في مصر لازلنا فخورين بهذا الإرث وملتزمين في الوقت ذاته بالحفاظ على تلك الثروات الطبيعية للأجيال الحالية والمستقبلية، ونحن نرحب في مصر بالوفود الرسمية المشاركة في مؤتمر أطراف اتفاقية التنوع البيولوجي من الدول الأعضاء وبكافة الشركاء الممثلين ومن منظمات المجتمع المدني للتأكيد على مسؤوليتنا المشتركة للعمل سويا بفاعلية وبشكل بناء من أجل صالح كوكبنا ورفاهية شعوبنا. إذن فمصر كأول دولة عربية وإفريقية
تستضيف هذا المؤتمر والذي يوافق في توقيته المهلة الأخيرة للعالم قبل عامين فقط من انتهاء مدة الاستراتيجية العالمية للتنوع البيولوجي، والتي بدأت منذ عام 2011 ولمدة 10 سنوات تنتهي في 2020. تعهد العالم خلالها باتخاذ إجراءات جريئة ومبتكرة لتنفيذ أهداف تتعلق بالتنوع البيولوجي، تشمل الحد من الجوع والفقر، تحسين الصحة، صحة الإنسان، وضمان إمدادات مستدامة من الطاقة والغذاء والمياه النظيفة، إضافة إلى أن المشاركة التي حظي بها هذا المؤتمر من قبل وزراء الإسكان والصحة والبترول والصناعة من مختلف دول العالم جاءت لمناقشة القواعد اللازمة لصون هذا التنوع البيولوجي كل في تخصصه. مصر انضمت إلى هذه الاتفاقية أو وقعت عليها في عام 1992 واستكملت أدوات التصديق عليها مع دخول الاتفاقية حيز النفاذ في عام 94، وشاركت في جميع مؤتمرات الأطراف الخاصة بها. هذا المؤتمر يناقش في الاتفاقيات بل تناقش هذه الاتفاقية التي وقعت عليها مصر صون وإدارة جميع النظم الإيكولوجية والأنواع والموارد الوراثية. وأيضا أكدت مصر على أن حفظ التنوع البيولوجي هو اهتمام إنساني مشترك، أيضا جزء لا يتجزأ من عملية التنمية، وهو إيمان من مصر بأهمية التنوع البيولوجي والتي نجحت في استضافته، مما يؤدي إلى زيادة تعزيز التعاون لوقف تدهور التنوع البيولوجي في جميع أنحاء العالم. نعم، مصر من خلال هذا المؤتمر تعمل مع شركائها على نشر وتفعيل مبدأ النهوض بالعمل البيئي من أجل التنمية. نتذكر في الستينيات وبداية السبعينيات كان الفكر السائد وقت ذاك هو البيئة أو التنمية، وكأن هناك تعارض بين الاثنين. هذا كان مفهوما قاصرا بيفتقد إلى النظرة الشاملة لتحقيق التوازن المطلوب بين ركائز التنمية التي تمثل البيئة أحد أهم أركانها. اليوم تغير هذا المفهوم مع تنامي الوعي البيئي والفهم الموضوعي لطبيعة البيئة وقضاياها المتشابكة. أدرك العالم أنه لا يمكن بل لا يجب فصل البيئة عن التنمية بأبعادها المختلفة. لذا تبنت قمة الأرض في ريو دي جانيرو عام 92 لمفهوم التنمية المستدامة وفرض مصطلح البيئة والتنمية معا، وفرض أيضا مصطلح البيئة والتنمية نفسه وبقوة، واجتمعت كلمة المجتمع الدولي على ضرورة تعبئة كل الجهود للتعامل مع قضايا البيئة والتنمية. حط فيها اسم مصر، جاوبت بحسن نية الجملة هي تحيا مصر. قالوا لي ارسم عالمها، سرحت وتخيلت قصر عليه حراس كتيرة في وسطهم خط ونسر. تحيا مصر جاية لينا من بعيد، وحسب كل خطوة عارفة هي رايحة فين، بتبتسم بفرحة للقريب وللبعيد، وبتشاور لبكرة ادخلوها آمنين. تحيا مصر تحيا، وعيونها تملى صحيا، وعيونها في كل ناحية وفي مليون اتجاه.
فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السادة الوزراء، السفراء، السيدات والسادة، رؤساء الوفود والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، ضيوف مصر الكرام، أرحب بحضراتكم في أرض الكنانة ومهد الحضارات مصر في مدينة السلام شرم الشيخ التي تحتضن فعاليات مؤتمر الأطراف 14 لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي تزامناً مع مرور 25 عاماً عليها. تستضيف مصر هذا الحدث كأول دولة عربية وإفريقية، هذا الحدث الذي يعد أحد أهم وأكبر مؤتمرات الأمم المتحدة في مجال التنوع البيولوجي على المستوى الدولي. التنوع البيولوجي هو أساس الحياة، هو التناغم الذي يحكمه التوازن ويضمن استمراره التنوع. منذ العصور القديمة استفادت البشرية من خلال استخدام الموارد البيولوجية في التعايش بانسجام مع الطبيعة، فالتنوع البيولوجي يوفر الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والطاقة والأدوية والخدمات والمنافع الترفيهية والثقافية، كما يساعد في الحد من المخاطر الناجمة عن تغيير المناخ والكوارث الطبيعية. إلا أن التقدم الذي أحرزته الحضارة الإنسانية وما أعقبه من تقدم في التكنولوجيا والنمو السكاني والتصنيع عجل من تدهور النظام البيئي، وحيث أن الإنسان يؤثر ويتأثر بتوازن وسلامة هذا النظام، نجد أن حماية التنوع البيولوجي أصبح مسؤولية مشتركة بين المجتمع المحلي والمدني العالمي والمسؤولين، وذلك لتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة. ولذا جاء هذا المؤتمر في هذه الدورة 14 تحت عنوان الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل الإنسان والكوكب. عن رئاسة دولة المكسيك للمؤتمر 13 ندعو حضراتكم لمتابعة هذا الفيلم التسجيلي.
السيدات والسادة، الكلمة الآن لدولة المكسيك بصفتها الرئيس الحالي، رئيس المؤتمر للتنوع البيولوجي 13، يلقيها سعادة السفير السيد خوزيه أوكتافيو، فليتفضل على خشبة المسرح. Muy buenos días a todos. Excelentísimo señor presidente Abdel Fattah al-Sisi, presidente de la República Árabe de Egipto. Excelentísima señora Yasmin Fuad, ministra de Medio Ambiente de Egipto. Distinguidos ministros del gabinete del gobierno de Egipto. Señor Eric Holmein, director ejecutivo del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Señora Cristina Pasca, secretaria ejecutiva del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Distinguidos ministros, representantes de los Estados miembros de la Conferencia de las Partes, distinguidos delegados, estimados representantes observadores de las agencias internacionales y de la sociedad civil. Es un privilegio dirigirme a ustedes a nombre de mi delegación y de mi país en el último acto que México ejerce la presidencia de la COP3. Durante la Conferencia de Naciones Unidas sobre Biodiversidad del 2016 en Cancún, México incorporó con el apoyo de la comunidad internacional a la integración de la biodiversidad para el bienestar. En calidad de iniciativa marco para llevar el convenio sobre diversidad biológica y sus protocolos más allá de las fronteras de la conservación y la protección del medio ambiente. La integración de la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad en los distintos sectores productivos ha dado lugar a una agenda transversal que constituye sin duda un testimonio fiel del multilateralismo ذلك عن برنامج متداخلي القطاعات الذي يبين مدى النتائج التي لتعددية الأطراف. ولذلك فإن المكسيك تحيي الإرادة السياسية لكافة الحكومات مغيرة y que ahora estará presente nuevamente en el maravilloso escenario de Sharm el-Sheikh. En estos dos años se han involucrado activamente en el proceso los estados partes y otros foros internacionales, así como agencias y organizaciones relacionadas con la pesca y acuacultura, la agricultura, la silvicultura y el turismo, junto con múltiples y distintos actores sociales de gran relevancia. En su calidad de presidente de la COP13, México apoyó la organización de diversas reuniones intersesionales del órgano subsidiario de implementación SBI, del grupo de composición abierta sobre el artículo 8J y del órgano de asesoramiento tecnológico científico SBESTA. Además de proponer la adopción de decisiones y resoluciones en apoyo a la integración de la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad en foros tan importantes como la Asamblea General de Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la Organización Mundial del Turismo, la Organización Mundial de la Salud, la Organización de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Fondo del Medio Ambiente Mundial, entre otros varios. Transmitimos ahora este legado de integración e inclusión con gran optimismo Egipto, cuyo sabio liderazgo seguramente enriquecerá la agenda de integración de la biodiversidad en armonía con sectores como la infraestructura, la minería y energía, la manufactura y la salud, trabajando juntos e incluyendo en este esfuerzo a los pueblos indígenas y comunidades locales, a las mujeres, a los jóvenes, la academia, sociedad civil y el sector privado. Podremos abonar a la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sustentable, avanzar en el
أن ننجز برنامج 2030 والأهداف الإنمائية المستدامة والنهوض بالاتفاقية المعنية بالتنوع البيولوجي وأهداف أيش. وعليه فإننا بصدد تمهيد السبيل وذلك للخطة الاستراتيجية ما بعد 2020 ورؤية 2050 التي سيتم اعتمادها في الصين في سنتين. إن الطريق أمامنا لطويل وما من شك في ذلك، ومع هذا فإن السنتين الماضيتين سرنا في الطريق السليم، وأود أن أنتهز هذه الفرصة للحديث في هذه الجمعية حتى أحيي كافة المسؤولين من الحكومة المصرية وذلك لنشر التقرير المعني بالمؤتمر الأخير. سيدتي سادتي، ثمة استنتاجات مهمة متضمنة في هذا التقرير، وهي تبرز أنه من الضروري اتخاذ إجراءات جماعية بغية التحويل عملنا إلى مسألة تتعلق بتعميم التنوع البيولوجي لاستخدام مستدام آخرين في الخزبان شواهل biodiversidad para la gente y el planeta. Felicitamos a nuestros espléndidos anfitriones egipcios y la certeza de que bajo su liderazgo seguiremos avanzando por una senda de progreso. Toda suerte de éxitos. Hasaid en su plan de asilo. إحراز تقدم بشأن برنامج يقوم على التقدم. شكرا على حسن انتباهكم. Y ahora, como siguiente paso de la agenda, declaro formalmente inaugurada la 14 conferencia de las partes del convenio sobre diversidad biológica, la novena reunión de las partes del protocolo de Cartagena y la tercera reunión de las partes del protocolo de Nagoya. Tengo además el placer de invitar a la conferencia a elegir por aclamación a su excelencia la doctora Yasmin Fuad, ministra de Medio Ambiente de Egipto, como presidenta de esta reunión. السيد ياسمين فؤاد وزيرة بيئة في مصر كرئيسة لهذا المؤتمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، السيدة الدكتورة كريستيانا باشكا بالمر رئيسة التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، سعادة السفير خوسي أكتافيو سفير دولة المكسيك بجمهورية مصر العربية، شكرا جزيلا لحضرتك. معالي السادة الوزراء، السادة السفراء ورؤساء الوفود والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، شباب مصر وشباب العالم، اسمحوا لي قبل أن أبدأ بإلقاء كلمتي أن أخرج بضع دقائق عن النص. أحب أن أنا أوجه الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشاركته وتشريفه لنا اليوم، ليس لأن اليوم هو حدث عالمي أو حدث خاص بالأمم المتحدة ينعقد على أرض مصر، ولكن لأنه أول رئيس لجمهورية مصر العربية يحضر حدث عالمي بيئي على أرض مصر. هذا الشكر ليس مني بل من كل مصري ومصرية يعمل في مجال البيئة. حلم إن القضية بتاعة البيئة تكون على أجندة رئيس الجمهورية. كل الشكر والتقدير لحضرتك، لأن هذا الحلم هو مش حلم فقط المصريين بل وزراء البيئة في العالم أجمع. قعدنا كتير في أماكن مختلفة، وزراء البيئة بيجتمعوا ويقولوا إمتى حد هيسمع صوتنا.
وأقولها بفخر إن حضرتك سيادة الرئيس قدرت تشوفنا إحنا البقيين، وكمان بطموح حضرتك وأحلامك عبرت بينا فعلا مساحة الوطن عشان أكون أنا واقفة هنا النهاردة بمثل حكومة جمهورية مصر العربية لرئاسة المؤتمر لأقدم وأهم وأول اتفاقية عرفها المجتمع الدولي الخاص بالبيئة. ونقدر نقول وأنا واقفة هنا إن التنمية والبيئة والسلام كلهم مكملين لبعض. لك مني كل الشكر والتقدير والاحترام والامتنان ومن كل البيئيين. شكرا فخامة الرئيس. السادة الحضور، يطيب لي أن أرحب بكم في بلدكم الثاني مصر، وأن أتوجه بالشكر لدولة المكسيك على قيادتها للمؤتمر التنوع البيولوجي 13 في خلال العامين الماضيين، وشكراً لسكرتارية اتفاقية التنوع البيولوجي تحت قيادة الدكتورة كريستيانا باشكا بالمر على التعاون معنا في خلال العامين لعقد هذا المؤتمر بهذه الصورة اللائقة. وشكر موصول للوفد المصري من وزارة البيئة ووزارة الخارجية على المجهود المبذول للحصول على استضافة مصر لهذا المؤتمر. ولكن الشكر الأكبر والأسمى لأشقائنا من الدول الأفريقية على إصرارهم لدعم مصر والتحدث بصوت واحد، صوت واعي وصوت قوي ليتم انعقاد هذا المؤتمر على أرض السلام مدينة شرم الشيخ. في أرض مصر مهد الحضارات عند الحد الفاصل بين الأرض والبحر وكلاهما غني بالتنوع البيولوجي، عند الحد الفاصل بين أفريقيا وأسيا بالقرب من أوروبا وبالقرب من محمية راس محمد، أول محمية يتم إعلانها في جمهورية مصر العربية. السيدات والسادة الحضور، أفريقيا قامت باحتضان التفاوض على اتفاقية التنوع البيولوجي وباركت مولدها على أرضها، وها هنا نحن اليوم في نفس القارة السمراء الغنية بالتنوع البيولوجي نشهد الاحتفال بالذكرى 25 للاتفاقية. إن انعقاد المؤتمر على أرض مصر يؤكد أن السيد الرئيس يهتم بتحرك مصر الدولي والانفتاح على كل دول العالم، خاصة تلك التي تراعي الأبعاد البيئية. وبدعم سيادته بدأنا الرحلة، وبدأت مصر باستضافة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة من 2015 إلى 2017، وتسعى الحكومة ووزاراتها المختلفة باستضافة مثل هذه المنتديات على أرض مصر ومن ضمنها هذا الحدث الدولي. بالأمس القريب عقدت مصر منتدى شباب العالم في نسخته الثانية لتخرج منه رسالة للعالم أن التنوع واختلاف الحضارات هو أساس توازنها، بل هو أساس الإنسانية واستقرارها وأمنها واستدامتها. هذه الكلمة التي أضحى العالم يستخدمها مع مفهوم التنمية، وها هنا نحن اليوم في نفس المكان نستخدم التنوع الذي هو أساس الحياة على كوكب الأرض من خلال انعقاد مؤتمر التنوع البيولوجي 14 على أرض مصر. فالإنسانية والطبيعة لم ولن يتجزئان. السادة الحضور، لقد ناقشنا في الأيام القليلة الماضية الشواغل الأفريقية للحفاظ على مواردنا الطبيعية الفريدة والموجودة في هذه القارة السمراء، والتي تمثلت في وقف تدهور الأراضي والإتجار غير المشروع في الحياة البرية والصيد الجائر، وتم الخروج بإعلان سياسي فعال، وتم كذلك
في الشق رفيع المستوى وبحضور وزراء البيئة والتخطيط والمالية والطاقة والصناعة والصحة والبترول من كل العالم مناقشة دمج التنوع البيولوجي في تلك القطاعات والتي تعتبر أساس التنمية لأي دولة. وقد شرفنا بمشاركة السيد رئيس الوزراء والسادة وزراء المالية والصناعة والاستثمار والبترول والصحة بجمهورية مصر العربية، وهو ما يؤكد على اهتمام مصر بالبيئة والحرص على تجسيد عملية الدمج على أعلى مستوى ليكون هذا المؤتمر نموذج يحتذى به في تنفيذ عمليات الدمج في التنمية. اتصالاً بما سبق، تم الخروج واعتماد إعلان سياسي طموح للقطاعات الخمس بتوافق جميع الوفود الأطراف لهذه الاتفاقية والاتفاق على أهمية المضي قدماً في رسم خارطة الطريق لما بعد 2020، تساهم بشكل فعال وحقيقي في وقف فقدان التنوع البيولوجي والحفاظ على الموارد الطبيعية. إن مصر في ضوء استضافتها لهذا المؤتمر ورئاستها وبدعم من القيادة السياسية وخلال العامين القادمين يقع على عاتقها مسؤولية إشراك الجميع في رسم خارطة الطريق لنحمي شعوبنا وأجيالنا القادمة ليتمتعوا بنفس الحياة الكريمة التي أنعم الله بها علينا، وهو المفهوم البسيط للتنمية المستدامة. السادة الحضور، اسمحوا لي أن أرصد أمثلة للحفاظ على الموارد الطبيعية ذات الصلة بموضوع التنوع البيولوجي. لقد قمنا في مصر وبدعم كامل من القيادة السياسية متمثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تبني مشروعات لمكافحة التلوث في البحيرات مثل بحيرة المنزلة وكذلك الحفاظ على نهر النيل وإزالة التهديات، وهو ما يقوم سيادته بمتابعته بصورة دورية ويعطي كذلك من وقتها الكثير لضمان التعاون والشراكة مع دول حوض نهر النيل. وفي مشروع العاصمة الإدارية تم مراعاة البعد البيئي وإتاحة مساحة كبيرة خضراء، وهو ما نأمل أن يتم تكراره في كل بقاع العالم ليؤكد أن التشجير، وهو جزء بسيط ولكن هام للتوازن البيئي والتصدي للتغيرات المناخية. وهذا ما يتفضل السادة الوزراء ورؤساء الوفود بتأكيده عند زراعة أشجار الزيتون أول أمس بحديقة السلام في رسالة سلام بيئي للعالم أجمع. السادة الحضور، وعند زيارتكم لحديقة السلام المواجهة لهذا الصرح الضخم تجدون دليل أكثر واقعية يعتمد على الاستثمار في البشر وفي الكوكب، وذلك من خلال تشجيع الدولة للشباب والمرأة في المجتمعات المحلية والصحراوية للحفاظ على الموارد الطبيعية والاستفادة منها في الغذاء والدواء. سادة الحضور، أفخر بكوني أول شخصية عربية وأفريقية تترأس هذا المؤتمر، وكوني امرأة تحظى زميلاتها السبع بدعم ومساندة من رئيس نجح في أن يضع المرأة المصرية في الصدارة. شكراً فخامة الرئيس. ومن تجربة أثبتنا فيها أننا قادرات على الفعل، وأؤكد أنني وزميلاتي وزيرات البيئة في العالم أجمع وبالتعاون الكامل مع زملائنا الرجال قادرون على صياغة إطار عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020، إطار عادل ومتوازن وطموح وقابل للتنفيذ. وكلنا ثقة من واقع ما قدمته وفود الدول في الأيام القليلة الماضية بأن القادة العالم سيدعمون ما نقوم به من أجل الحفاظ على كوكب الأرض، لأننا ببساطة لدينا فقط كوكب واحد وهو كوكب الأرض. ليس هناك كوكب بديل
أو اختيار آخر، ولا نرغب في أن نقف بعد عدة سنوات ونقول هنا كانت الفرص الضائعة. فلنحافظ وننقذ كوكبنا الوحيد، كوكب الأرض، لصالح عيشة كريمة للأجيال القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لمعالي وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، رئيس مؤتمر الأطراف 14 لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، ودورة موفقة برئاسة مصر حتى 2020. السيدات والسادة، إن القضية التي يناقشها هذا المؤتمر هي بالأساس قضية حياة، الحياة على كوكب الأرض بكل ما تحمله الجملة من معاني الحياة، ثقافات وعادات وأفراح وأحزان، تجارب ونجاحات وإخفاقات وشراكات. إن كوكب الأرض وما عليه من كائنات برية وبحرية، نبات وحيوان وإنسان، يبقى الإنسان هو أساس الاستمرار على كوكبنا، هو المحرك الرئيسي لحياة كريمة. دعوني أدعو حضراتكم لمشاهدة فيلم عن سيمفونية الحياة، والذي تم إنتاجه بأيد مصرية لأحد شباب وزارة البيئة المصرية. بدأت قصة الحياة مع بداية الزمان، وبالتحديد من وقت ولادة كوكبنا. كان على الطبيعة أنها تستعد لحدث عظيم هو استقبال الإنسان على كوكب الأرض. وكانت مهمة الطبيعة تجهيز كوكب الأرض للبشرية قبل ما يسكن الإنسان بمليارات السنين، والتأكد من توافر كل المتطلبات اللازمة لاستمرار حياته على الأرض. وزي ما البشرية قامت على التنوع والاختلاف في الجنس واللون والقدرة على التكيف، استمرت الطبيعة في تشكيل ملامح الكوكب على مدار مليارات السنين بنفس تنوع واختلاف طبيعة البشر. فمنحت الأرض الغابات والصحاري والأنهار وغيرها من النظم البيئية المختلفة. وبعد عصور متتالية، ومن بعد ما أصبحت الأرض مستعدة لاستقبال الحياة عليها، سكنت آلاف الأنواع الحية غاباتها وصحاريها وجبالها وبحورها، من أول الكائنات وحيدة الخلية للطحالب والرخويات وصولاً للديناصور. واستمرت الكائنات في تنوعها وتطور أجيالها بفضل تطور جيناتها الوراثية، وشكلت مع بعض حلقات سلسلة مترابطة ومتوازنة رغم كل اختلافاتها في الأجناس والجينات ونوع الغذاء. وقدرت بتنوعها إنها تتكيف مع طبيعة كل نظام بيئي حسب طبيعته ومناخه ووفرة المية والغذاء فيه. ومع قرب موعد استقبال الكوكب للبشر، كان التنوع البيولوجي بكل أنواعه الحية وتكيفها مع الأنظمة البيئية هو الدعامة الرئيسية لاستمرار حياتنا على الأرض، وأصبح الضامن الأساسي لتوفير متطلبات حياتنا من الهواء والغذاء والموارد. وبعد ما أصبح الكوكب في كامل استعداده، سكنت البشرية الأرض. وكونت البيئة والكائنات الحية بقيادة الإنسان أوركسترا بتعزف سيمفونية الحياة. وكانت الرسالة للبشرية إن خروج أحد العازفين عن النوتة المكتوبة كافي لإحداث خلل هيشعر ويتأثر بيه كل العازفين. والحقيقة إننا كبشر ما نقدرش نعيش من غير تنوع بيولوجي،
إنما التنوع البيولوجي كان قادر يعيش من غيرنا لمليارات السنين. وده بيحسم إجابة السؤال المهم، هو مين اللي محتاج مين؟ والإجابة إن إحنا اللي في حاجة شديدة للتنوع البيولوجي، اللي بنعتبر إحنا أحد مكوناته، وإننا لازم نحميه من نفسنا بعد تدخلنا المفرط في أنظمة البيئية خلال القرون الأخيرة، وعدم انتباهنا إننا هندفع فاتورة ضخمة تمن تسببنا في تدهور البيئة أثناء رحلة تطور حياتنا السريع خلال العصر الحديث، خصوصا بعد اكتشافنا للوقود الأحفوري المتسبب الرئيسي في التلوث والصيد الجائر لبعض الأنواع اللي انقرضت أو اللي على وشك الانقراض، واستخدامنا غير المخطط لموارد الأرض. وكانت نتيجة انتباهنا المتأخر للطبيعة إنها أصبحت بتعبر عن غضبها المتزايد يوم بعد يوم في كل أنحاء الأرض، كان آخرها تفاقم أثار ظاهرة تغير المناخ نتيجة عدم مراعاة الدول الصناعية الكبرى للبعد البيئي أثناء بناء نهضتها، وأصبحنا معتادين على الفيضانات والأعاصير وجفاف الأنهار والتصحر وحرائق الغابات اللي بدورها بتشكل خطورة متزايدة على التنوع البيولوجي وبتهدد استقراره واستقرار حياتنا. والنهاردة ومن على أرض مصر مهد الحضارة بنقدم الدعوة للعالم لتصحيح المسار وتعويض الطبيعة عن أضرارها، بعد ما استوعب العالم الدرس وانتبه لأن طموحات الإنسان ورغبته في التطور مش لازم تكون على حساب الطبيعة، والأفضل أن الإنسان يكون حريص على وضع الطبيعة ضمن حسابات تطوره اللي في الحقيقة هي دعم لاستمرار حياتنا وتأمين مستقبل أجيالنا اللي جاية. ونبدأ من دلوقتي بدون أي أعذار أو تردد في التفكير بشكل جاد في الاستثمار الأخضر في كل القطاعات اللي بتخدم أو بتأثر في البيئة، ونربط الاستثمار في الطاقة والصناعة والتعدين والصحة والبناء بخدمة البيئة والحفاظ على تنوعها البيولوجي، ونجعل من شعار مؤتمرنا صيحة قوية للعالم، فلنبدأ الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل البشرية ومن أجل الكوكب. إذن السيدات والسادة، في أيدينا أن نحافظ على تناغم سيمفونية الحياة. شكراً لوزارة البيئة على فيلم سيمفونية الحياة. الضيوف الكرام، إدراكاً لخطر فقدان التنوع البيولوجي على الصعيد العالمي، وافق المجتمع الدولي على اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي خلال قمة الأرض في ريو في عام 1992، وهي الآن أحد أهم الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف في العالم وأداة رئيسية للتنمية المجتمعية المستدامة. ومن هنا تأتي أهمية انعقاد هذا المؤتمر. الكلمة الآن للسيدة الدكتورة كريستيانا باشكا بالمر، السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، فلتتفضل سيادتها. صاحب الفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتورة ياسمين فؤاد، أصحاب المعالي، السيدات والسادة الوزراء، الوفود الكرام، الأصدقاء والصديقات، سعادتي بالغة أن أكون بينكم اليوم في افتتاح مؤتمر الرابع عشر للأطراف المعني بالتنوع البيولوجي. كما تعلمون قلت مرات كثيرة أننا حتى نحرز تقدما في إطار الاتفاقية نحن
نحن في الحاجة إلى القيادة وإلى أبطال. والدكتورة فؤاد ياسمين قائدة وبطلة، شكرا جزيل الشكر ياسمين على عملك المضني لصون تنويع البيولوجي في مصر وفي المنطقة وفي العالم. وأنا لا أفتخر بالعمل معك وأن أستطيع أن أقول أنك صديقة وشريكة وأخت في هذا الكفاح المشترك، كما أنني راغبة في أن أشكر فريقك وأيضا حكومة مصر برمتها على جهودها المضنية وذلك في تحضيرها لهذا المؤتمر، كما أنني راغبة في أن أسدي شكري إلى محافظة جنوب سيناء ومدينة شرم الشيخ على حفاوة الضيافة التي حظينا بها وعلى كافة جهود أولئك الذين يجعلون نشعرون بأننا هنا في بيتنا. مؤتمر يعنى بالتنوع الطبيعة والاستخدام المستدام في مدينة خلابة مهم جدا، لأنه يذكرنا بمسؤوليتنا وبجوانب المفيدة لعملنا. شكرا لهذه الفرصة لكي نأتي هنا ولنرى الخطوات التي تتخذ لتأمين استدامة هذا المكان الخلاب. وما هو أهم هو أنني راغبة أن أشكر شعب مصر. كما نعلم على مدى آلاف السنين كانت مصر في واجهة الحضارة البشرية، حضارة استلهمت منها كثير من الثقافات في العالم، ولكن فوق كل شيء أسدي شكري إلى صاحب الفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك على حضوركم وقيادتكم في هذا الوقت الحاسم. ونحن ممتنون لكم صاحب الفخامة أنكم بيننا اليوم لكي ترحبوا بنا شخصيا باسم شعب مصر. وعلى مدى الأيام الأخيرة شعرنا فعلا بحفاوة ضيافة الشعب المصري. واسمحوا لي أيضا أن أسدي شكري إلى حكومة المكسيك وإلى صاحب سعد السفير وزير باكيانو الذي مثله السيد أوكتافيو على مدى السنتين الماضيتين لرئاسة الاتفاقية والتقدم الذي أيضا أحرزتموه. وعلى نفس المنوال أود أن أشكر جمهورية حكومة الصين لاحتضانها للمؤتمر 15 في عام 2020 في مدينة بيجين، ستكون تلك معلمة في تاريخ الاتفاقية. إن السنتين المقبلتين بطبيعة الحال ستقودهما مصر بتعاون مع الصين، ونحن في الأمانة ولكن معكم جميعا هنا خارج وداخل القاعة وكافة أصحاب المصلحة لفقدان هذا الكوكب أيضا عالمنا. إن صون الحياة على الكوكب قضية عالمية تؤثر على البشرية جمعاء وعلى كافة الأصناف في هذا الكوكب الصغير الذي نسميه بيتنا. ونحن ممتنون لأننا سنستمع إلى كلمات من صاحب الفخامة الرئيس وكذلك إلى رئيسة الدورة الجمعية العامة 73 السيدة ماريا فرناندو إسبينوسا غارسيس، وأيضا ما نقوم به في هذا العالم. إنني السيدات والسادة سعيدة أن أرحب بكم في المؤتمر 14 للاتفاق المعني بالتنوع البيولوجي والاجتماع 9 لمؤتمر الأطراف كاجتماع لأطراف بروتوكول كارتاخينا، والاجتماع 3 لمؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف في بروتوكول ناغويا. زملاء الأعزاء، نجتمع اليوم في لحظة فاصلة. 25 سنة خلت دخلت الاتفاقية حيز النفاذ، وخلال هذه السنوات أحرز تقدم كبير بشأن الاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي وصونه، وأيضا تقاسم الفوائد العادل المتأتي من الموارد الجينية. على سبيل المثال صافي معالجة
معدل فقدان الغابات قد انخفض بالنصف في السنوات العشر الأخيرة، وتم زيادة المناطق المحنية بنسبة 13%، وذلك في المناطق البحرية والساحلية، 15% في المناطق البرية. ولكن هذا النجاح غير كاف، وذلك للحد من فقدان التنوع البيولوجي في الأرض. فهناك أزمة للانقراض في العالم تحدث إذ نتحدث، وتزداد عمقا كل سنة، وتؤثر أكثر على الطبيعة، وخاصة بفعل زيادة تغير المناخ. وعليه كما سمعتوني أقول، كأصناف نواجه خيارا قاسيا. من جهة يمكن أن نظل في هذا الطريق الذي نحن فيه اليوم ونواصل تدمير الطبيعة، ولكن علينا أن نعلم بأن هذا الطريق يؤدي إلى أثار تسلسلية على مدمرة للطبيعة والتنوع البيولوجي وأيضا المناخ، وهذا سيحول أرضنا من بالوعة للكربون إلى أرض تطلق الكربون. ولكن هذا الطريق أيضا له أثر سلبية على البشرية، اقتصاديا وصحيا، وأيضا وفرة المياه والغذاء والأمن البشري. أو من جهة أخرى يمكن أن نختار طريقا آخر سوية، جميعا كاتفاقية وكحركة عالمية. يمكن أن نقرر أن نختار طريق الصون والاستعادة والتحول لممارساتنا ولأنماطنا الاقتصادية. هذا الخيار أمامنا، وإذا لم نعمل الآن فسنصل إلى مرحلة لتدمير لا رجعة فيه للطبيعة وفي نهاية المطاف للبشر. وعليه أعتقد بأن الخيار واضح. بحلول 2020 علينا أن نسرع في إنجاز أهداف أيشي، وأن نعتمد إطارا جديدا ما بعد 2020. وبحلول 2030 علينا أن نقلب أو نعكس فقدان التنوع البيولوجي، أو سنحدث ضررا لا رجعة فيه للطبيعة. وبحلول 2050 ينبغي أن نحقق رؤيتنا للعيش في انسجام مع الطبيعة. لذلك لابد من حوار خلال هذه الأيام بشأن نهج العيش في انسجام مع الطبيعة، حتى نستمع إلى وجهات نظركم بشأن إنشاء ممرات لتحقيق هذه الرؤية المهمة. إن هذا التحدي لا جسيم ونحن نخوض فيه، وإن نجاحنا كاتفاقية وكبشر ليس أكيدا، ومع ذلك فإنني متفائلة لأنني رأيت ما يحدث في هذه القاعات، ورأيت العمل الذي يتم خارج هذه القاعات، ويحدوني بالأمل بأن تفاؤل هذا سيكون تفاؤلا معديا. في الأيام الثلاثة الأخيرة في مصر حققنا نقاط وإنجازات مهمة. كانت هناك القمة الوزارة الإفريقية، حيث أن ممثلين عن 30 دولة، والتمخض عن نتائج إيجابية الإعلان الوزاري الإفريقي المعني بالتنوع البيولوجي وجدول العمل الأفريقي بشأن المقاومة واستعادة الأنظمة الإيكولوجية. ويوم الأربعاء والخميس عقدنا الجزء الرفيع المستوى تحت العنوان استثمار في الناس وفي الكوكب، وأيضا منتدى التنوع البيولوجي لقطاع الأعمال. والآن وبتعاون مع حكومة مصر ومع الصين، نحن كأمانة أعلننا عن خطة عمل من شرم الشيخ إلى بيجين بشأن الطبيعة والسكان، وستكون على منبر على الإنترنت، وذلك لجمع وتنسيق وتنشيط والاحتفال بالأنشطة، وذلك لدعم هدفنا المشترك، ألا وهو صون كافة أنماط الحياة على الأرض بما فيها حياتنا. ويوم الخميس أيضا أعلن عن الشعور في مبادرة جديدة بشأن الطبيعة والثقافة مع شراكنا من اليونسكو ومع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة. وعملنا هنا في شرم الشيخ في بدايته، وعلى مدى الأسابيع المقبلة سنناقش قضايا استراتيجية حاسمة بما فيها التدابير الأساسية للإسراع في العمل بغية النهوض بتنفيذ الخطة الاستراتيجية الحالية وإقرار بشأن المسار
لتطوير هذا الإطار الطموح ما بعد 2020 للتنوع البيولوجي، تعميم التنوع البيولوجي في القطاعات الاقتصادية والتي ستتوسع كثيرا في الأيام المقبلة كالطاقة والتعدين والبنى التحتية والصناعة والتحويل وأيضا الصحة، والتعاون أيضا مع اتفاقيات أخرى ومنظمات دولية ومبادرات أخرى. لدينا أيضا قضايا تقنية هامة لمعالجتها في الأيام المقبلة أو الأسبوعين المقبلين، وإنني لسعيدة أنه للمرة الثالثة في هذا المؤتمر لدينا اجتماع ثلاثة تتم بصورة متوازية، عقد مؤتمر الأطراف والاتفاقية بشأن التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا وكذلك بروتوكول كارتاخينا. هذا يبين مدى التنسيق الحميم بين هذه المسارات الثلاثة. وكما جرت العادة هناك أحداث هامشية ستساهم في نتائج هذا المؤتمر. لدينا الاجتماعات الأساسية في قاعة الاتفاقية المعنية بريو، ولدينا كذلك Public Awareness Fair وقمة الثقافة والطبيعة والمنتدى الحياة البرية الثاني ويوم المحيطات وأيضا القمة لتنوع البيولوجي العالمي المعنية بالمدن وأيضا أي احتفالات أخرى تتعلق بالابتكارات والحلول. وفي هذه الآونة أود أن أنتهز هذه الفرصة حتى أعرب عن تقديري الخالص إلى حكومة أستراليا وكندا ومصر والاتحاد الأوروبي وفنلندا وألمانيا واليابان ونيوزيلندا والنرويج والسويد وسويسرا التي قدمت تمويلا سخيا حتى نتحقق من أن المشاركين من البلدان النامية والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية ستستطيع حضور هذا المؤتمر. شكرا جزيلا الشكر على دعمكم المتواصل للاتفاقية. الزملاء الأعزاء، لم أنتهي بعد من كلمتي. لدينا أسبوعين مهمين أمامنا، ولكن لا ينبغي أن ننسى لماذا نحن هنا في نهاية المطاف. من بين كافة التحديات التي نواجهها لا ينبغي أن ننسى بأننا هنا لكي نكافح من أجل الطبيعة ولكي نكافح من أجلنا أيضا، لأننا جزء من الطبيعة. الطبيعة ليست شيء موجود هناك بعيدا ينبغي صونه بعيدا وفي منأى عنا. نحن الطبيعة والطبيعة فيكم وهي حولكم وهي في قلبنا وفي روحنا وفي كل نسيج من خلايانا. هذا هو ما عرفه أجدادنا أينما أتوا وأينما كانوا. أجدادنا كانوا يكرمون الطبيعة لأنهم كانوا يعيشون مع الطبيعة وبفضلها. وأنا أفكر في جدتي التي خيطت هذا الزي الروماني التقليدي منذ 100 سنة خلت، وقد خيطته على ضوء شمعة لأنه لم يكن هناك كهرباء في قريتها، وخيطته من ألياف طبيعية من أرضها وقامت بتزيينه بزهور، وذلك باستلهام من الطبيعة حولها. ومن خلال تخييط هذا فقد خيطت حبها وانشغافها وصلاتها بالطبيعة وأيضا بأرضها ووطنها، ونقلت ذلك إلي، ويحدوني الأمل بأنني سأنقله إلى من سيأتي بعدي. ذلك لأن هذا النمط من العلاقة هو الذي ينبغي أن نحتفظ به وأن ننقله إلى أطفالنا وأحفادنا. ينبغي أن ننشئ عالما يعيش في انسجام مع الطبيعة وأيضا عالم نعيش فيه في انسجام مع أنفسنا ومع من هم حولنا. وعليه وإذ نراعي الطبيعة فإننا نراعي أرواحنا وهوياتنا.
وأتمنى لكم كل الخير في مداولاتكم، وأشجعكم بألا تغيب عنكم عن أعينكم هذا الهدف، أي في عالمنا اليوم على ضوء كل التحديات أن نعود إلى الطبيعة، أي نعود إلى أنفسنا وإلى أجدادنا وإلى تاريخنا. وأشجعكم أن تتحلوا بالجرأة وبالحكمة في قراراتكم، وأؤكد لكم دعمي ودعم فريقي في أمانة الاتفاقية للتنوع البيولوجي، ونحن على أهبة لكي نعمل معكم جميعا تيسيرا لكل شيء ينبغي أن يتم في إطار هذا الجدول. شكرا جزيلا الشكر، وأتمنى لكم كل النجاح نحو جهدنا المشترك لصون الحياة فوق الكوكب. شكرا. شكرا للسيدة الدكتورة كريستيانا باشكا بالمر على هذه الكلمة، ونضم صوتنا لصوتك. نعم هو تحدي، ونعم لابد من التحرك، ونعم نستطيع. الكلمة الآن هي رسالة مصورة من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة السيدة ماريا إسبينوزا. Excelencias, queridos amigos y amigas. La conservación de la biodiversidad y la salud de los ecosistemas de nuestro planeta, el único que tenemos. المشاركون والمشاركات، إن التنوع الطبيعي هو مهم بالنسبة للإنسانية من أجل أن نصل إلى تحقيق الرفاهية ولحماية الطبيعة وكذا لضمان حياة الأجيال الحالية والصاعدة، وكذا من أجل عقلانة كل استعمالات البيئة. وهذا مهم وفي قلب النشاط في كل الميادين، وأن نصل إلى أهداف التنمية المستدامة وحقوق الإنسان وكذا إلى العديد من تلك الأهداف. لا بد من أن نقوم بقلب منح الوثيرة الحالية أي فقدان التنوع الطبيعي، لا بد من أن نذهب في هذا المنح وفي هذا الطريق من أجل أن نخلق الأمل وأن نفهم أن التنوع الطبيعي هو حيوي من أجل حماية الطبيعة والحياة، وأن نقوم بالعمل من أجل حماية كل الأعمال، أن كل تلك الأنشطة لا بد من أن تساعدنا على حماية الكوكب الأم وهو الأرض. منذ 25 سنة منذ توقيع هذه الاتفاقية، اليوم العالم يحافظ على كل هذه المسارات وعلى التنوع الطبيعي وفوائده. هنالك ثلاثة اتفاقيات: التصحر والتنوع الطبيعي وتغير المناخ، ولا بد من أن نفهم أن هذه الاتفاقيات قوية الواحدة أمام الأخرى وبالأخرى من أجل رفاهية الكوكب وحياة الإنسان، وهي تعمل على الوصول إلى كل أهداف التنمية ل 2030 للأمم المتحدة من خلال الأنشطة والأعمال الموحدة لضمان إنتاج واستهلاك حسن وعقلاني للمصادر الطبيعية. والتنوع الطبيعي هو في لب حياة العديد من سكان العالم من خلال حماية العالم من الكوارث الطبيعية وتوفير الأمن الغذائي والعمل على مكافحة الأوبئة والأمراض وتنظيم الهجرة البيئية والهجرة التي تجعل الناس يهربون من مناطق الجوع ومناطق الفقر والنزاعات، ولا بد من أن نصل إلى هذه الأهداف من خلال حماية التنوع الطبيعي. إن الأنظمة الطبيعية والمدهورة المتدهورة وخسارة هذا التنوع الطبيعي يمكن أن يكون سببا لكل هذه المشكلات، والوصول إلى المياه الصالحة للشرب وكذا الوصول إلى كل
تلك الحقوق. أيها السادة وسيداتنا، حياة الإنسانية مرتبطة بحياتنا مع الطبيعة بطريقة عادلة. لم يكن هنالك أي رهان أكبر من الرهان الحالي. نحن الجيل الذي لابد من أن يغير من هذه النظرة، لابد من أن نحافظ على هذه الموارد للأجيال الصاعدة. إن السكان الأصليون في كل أنحاء العالم، لا سيما في أمريكا اللاتينية، يعلمون ولديهم المعارف التقليدية من أجل الحياة باتفاق مع الطبيعة وبسلوكات صديقة للطبيعة. ونحن نعرف أن هذه المعارف يمكن أن تساعدنا من أجل أن نضمن الكرامة وحياة رفاهية الإنسان. ومن وبعد 2020 ومن خلال الاستراتيجية التي سنرسمها في هذا المؤتمر، لابد من أن نضمن أن الرفاهية والحماية، حماية المنزل، موجودة ومتوفرة. شكرا جزيلا. شكرا للسيدة ماريا إسبينوزا على هذه الكلمة. السيدات والسادة، تعزيز التعاون لوقف تدهور التنوع البيولوجي في جميع أنحاء العالم هو ما ينشد هذا المؤتمر، حيث أنه يمثل فرصة عظيمة لرفع مستوى الوعي بين الشعوب والمجتمعات، وذلك بقضايا حماية وإدارة التنوع البيولوجي وأساليب دمجها في القطاعات التنموية على مستوى العالم، ومن ثم المساهمة في تحقيق أهداف الاتفاقية مما يؤدي إلى التنمية المستدامة. ولأن الأجيال القادمة مصيرها مرتبط بوجودنا على وجه الأرض، يقدم لنا أبناؤنا من مدرسة وازيس بالمعادي عرضاً فنياً بثلاث لغات حول أهمية حماية البيئة وكوكب الأرض، وذلك من خلال تجسيد أهداف التنمية المستدامة الأممية. العرض إخراج المخرج وليد عوني. Of the world. We are here today to present knowledge, to present the environment and future generations. Ancient people had a deep connection with fire, earth, water and air. They had a strong connection with their environment. Those elements are related to our environment, to our lives. Respecter la nature, respecter ses besoins, respecter sa structure. Protect our present to have a better future. Respect our mother earth. Nous sommes le présent et le futur. We are the present and the future. Our duty is to build a better world. Pour un meilleur environnement. نحن الحاضر والمستقبل. معا لبيئة أفضل لعالم أفضل. To build a better environment for us. For you and for everyone. Listen, listen. We want to achieve a better and more sustainable future for all by addressing the global challenges we face. Yes, including environmental degradation, prosperity, peace, and justice. Justice! Parce que ce sont nos objectifs. هذه هي أهدافنا. Pas de pauvreté. Zero hunger. Bonne santé et bien-être. Éducation de qualité. Clean water and sanitation. Affordable and clean energy. Industrie, innovation et infrastructure. Responsible consumption and production. Climate action.
Vie terrestre, vie aquatique. Ville et communauté durable. Gender equality for a better future, for a better life. Climate change and many respiratory diseases. Climate change is a very serious problem. It can cause extreme weather, and what is more important, it can reduce your capacity for producing food. Drought makes forests disappear and people suffer water shortages. I used
What have we done to the world? Look what we have done. In everything you do, you are affecting the environment. Il est très important de prendre soin de son environnement. Government, community, and individuals should work together in order to solve these problems. Without a good environment, we cannot have a good education. Without knowledge, we cannot have a good and healthy environment. On ne veut pas la fin du monde. On se rejoint pour faire la ronde. Donnons de l'espoir, de l'amitié. Notre histoire, elle doit continuer. La ronde, ce que l'on veut, c'est pouvoir encore s'aimer. Tous les enfants de la terre, une chanson comme prière, et réunir l'amour de l'humanité. Les étoiles brillent dans le ciel. كل أبنائنا من مدرسة وازيس بالمعادي على هذا العرض الفني وعلى هذه الرسالة القوية. بالتأكيد هنا واليوم يقع على عاتقنا
مسؤولية كبيرة أن نوفر لهذه الأجيال الجميلة مستقبل مشرق وحياة كريمة. نشكرهم. السيدات والسادة، برؤية شمولية تهتم مصر اهتماماً كبيراً بقضايا التنمية المستدامة على مستوى العالم، وتدعمها للعمل على دمج مفاهيم التنوع البيولوجي في القطاعات التنموية المختلفة من خلال جهود حثيثة في مجال الحفاظ على البيئة وصون التنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية. ورئاسة مصر للمؤتمر حتى عام 2020 بالتأكيد ستؤدي إلى تعزيز فعالية الدورة المصرية في صنع القرارات الصادرة عن اتفاقية التنوع البيولوجي. الآن مع كلمة رئيس جمهورية مصر العربية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فليتفضل فخامته. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي في البداية أن أنا أرحب بكم جميعا وأنقل لكم تحيات كل المصريين. السيدات والسادة المشاركون الكرام، يسعدني أن أرحب بكم في شرم الشيخ مدينة السلام التي استضافت منذ أيام منتدى شباب العالم بمشاركة أكثر من 5000 شاب وشابة من 160 دولة لمناقشة أهم القضايا الحيوية التي تشغل الشباب ومن بينها موضوعات البيئة. واليوم يسعدنا أن نستضيف في مدينة السلام مؤتمرنا هذا الذي يواكب الاحتفال بمرور 25 عاما على دخول اتفاقية التنوع البيولوجي حيز النفاذ، وذلك لمناقشة قضية من أهم قضايا الإنسانية في العصر الحالي، وهي قضية التنوع البيولوجي التي توليها مصر أهمية خاصة إدراكا منا لقيمة التنوع البيولوجي كعنصر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة وللحفاظ على حق الأجيال المقبلة في التمتع بالثروات الطبيعية. السيدات والسادة، لقد أدرك الإنسان منذ فجر التاريخ أهمية الموارد الحيوية الموجودة في البيئة المحيطة به، ومثلت الحضارة المصرية نموذجا بارزا في هذا الإطار، إذ قامت تلك الحضارة وازدهرت على مدى آلاف السنين اعتمادا على ثرواتها الطبيعية، ومثلت أساس التقدم في العديد من المجالات، كما جسدت النصوص الدينية للمصريين القدماء التزامهم بالحفاظ على البيئة واحترام الطبيعة والحياة البرية وحقوقها، وهو ما يعكس وعي المصري القديم بالثراء الذي تميزت به النظم البيئية المحيطة به ودورها في حياته اليومية. وامتدادا لهذا الإيمان ولأهمية الحفاظ على البيئة الطبيعية، فقد حددت مصر مسارا تنمويا يستهدف تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ويراعي البيئة بجميع أبعادها. من هنا وضع الدستور المصري أسس قوية للحفاظ على الموارد الطبيعية للبلاد وحسن استغلالها وحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية وحماية نهر النيل، مع تأكيد الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية وحماية ما قد يتعرض منها للانقراض أو الخطر. السيدات والسادة، رغم ما تم بذله من جهود منذ اعتماد اتفاقية التنوع البيولوجي عام 1992، إلا أنها لم تتمكن من حشد المجتمع الدولي للتصدي بفاعلية للتدهور المستمر في التنوع البيولوجي،
كما لم تنجح بالقدر الكافي في تحقيق الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، ويرجع ذلك لعدم قدرتنا على إدماج موضوعات التنوع البيولوجي بالقدر المطلوب في مختلف مجالات النشاط الإنساني، وهو ما أدى إلى سعينا كمجتمع دولي للتعامل معه في مؤتمر ناغويا عام 2010 بإعلان استراتيجية عالمية للتناغم مع البيئة ووضع أهداف محددة للتنفيذ خلال العقد العالمي للتنوع البيولوجي 2010-2020 مع الاتفاق على المحددات الأساسية للعمل الدولي والمتمثلة في الحفاظ على التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام لمكوناته والتقاسم العادل لفوائد استخدام الموارد الجينية. ويأتي مؤتمرنا هذا في وقت يواجه فيه التنوع البيولوجي تحديات جمة وتدهورا متسارعا، وما يرتبط بذلك من تحديات تواجه النظم البيئية المختلفة. وإذا ما أضفنا لذلك الآثار السلبية لتغير المناخ، نجد أننا نواجه أخطر التحديات التي تهدد البشرية في عصرنا الحديث، حيث تشير الدراسات العلمية إلى أن استهلاك البشرية سنوياً من الموارد الطبيعية يزيد بنسبة أكثر من 30% عما تنتجه النظم الأيكولوجية للأرض من موارد، كما تضمن تقرير سكرتير عام الأمم المتحدة عن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2018 بيانات مقلقة تعكس تراجعاً واضحاً في النظم البيئية وعلى رأسها الغابات، فضلاً عن اندثار عدد كبير من الكائنات الحية، ما تراجع قيمة معونات التنمية الرسمية المرتبطة بالتنوع البيولوجي بنسبة 21% مقارنة بعام 2015. لذلك فإن شعار مؤتمرنا هذا الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل الناس والكوكب يأتي مواتياً للغاية، إذ يعكس رؤيتنا الجماعية بضرورة إدماج الحفاظ على التنوع البيولوجي في كافة مناحي النشاط الإنساني، بما يساهم في صون الموارد الطبيعية وإدارتها بصورة مستدامة. وهو ذات التوجه الذي تبنيناه جميعاً عام 2015 من خلال الأجندة الدولية للتنمية 2030، بما تضمنته من أهداف بيئية وتعهدات لتعزيز التعاون الدولي في إطار متعدد الأطراف. من هنا فإن مؤتمرنا يمثل فرصة فريدة لتسليط الضوء على الممارسات الجيدة والفرص المتاحة فيما يتعلق بحفظ واستدامة التنوع البيولوجي من خلال دمج التنوع البيولوجي في قطاعات الطاقة والتعدين والبنية التحتية والصناعة والصحة. واستكمالاً لهذا التوجه، فقد رأت مصر إطلاق مبادرة تتكامل مع هدف دمج التنوع البيولوجي في القطاعات المختلفة، وذلك بتنسيق الجهود وتعزيز التناغم بين اتفاقيات ريو الثلاث المعنية بتغير المناخ والتصحر والتنوع البيولوجي، وإيجاد مقترب متكامل يتعامل مع فقدان التنوع البيولوجي والآثار السلبية لتغير المناخ وتدهور الأراضي، سعياً لتكامل الجهود المبذولة في كل من الاتفاقيات الثلاث من خلال عدد من الإجراءات، من بينها تطوير التعاون بين مختلف الشركاء وأصحاب المصلحة بمن فيهم المجتمع المدني والقطاع الخاص، وحج عدد كبير من التعهدات الفنية والمالية والنوعية، وإنشاء شراكات مع آليات تمويل اتفاقيات ريو الثلاث، وغير ذلك مما ستطلعون عليه. ونأمل أن يحظى بدعمكم وتأييدكم
خلال الفترة المقبلة. المشاركون الكرام، تؤكد مصر عزمها على العمل مع كافة الأطراف من أجل إنجاح هذا المؤتمر وضمان تحقيق أهدافه، وعلى رأسها زيادة الوعي بقضية التنوع البيولوجي والأخطار المحدقة التي تهدد هذا التنوع والآثار شديدة السلبية المترتبة على استمرار التدهور الحالي، وهو ما نقدر معه ضرورة التزام جميع الأطراف المعنية بنقل عملية الاندماج، إدماج التنوع البيولوجي في قطاعات النشاط الإنساني المختلفة من مرحلة الرؤى إلى مرحلة السياسات والتنفيذ. وفي الختام، اسمحوا لي أن أعرب لكم عن صادق الأمنيات بكل التوفيق لمؤتمركم هذا، وأن ينجح في بلوغ مقاصده، متمنيا لكم كل الخير وطيب الإقامة في بلدكم الثاني مصر. أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.